تحت المطر. اليوم صدفت انه صدفة حلوة، احنا الان تحت المطر والمطر خير، وان شاء الله دائما ما نقدم لكم اياه كل ما هو محب وجميل وبخير وشيء جميل ان شاء الله. هو انا اتفاعل بالمطر وراح اطل على قناة الرشيد الغالية وعلى جمهورنا العراقي اينما يكون، فانا سعيدة جدا ويوم بتفاؤل. جيد، انت متفائلة بالمطر وانا متفائل اليوم حلقتنا راح تطلع جميلة من حيث الصورة وجميلة ايضا من حيث المضمون. ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا الكرام خليكم ويانا مع ميز قمر من كردستان العراق وبرنامج الموعد في حلقة راح تكون حلوة جدا لانه انتم متابعين. اخويا مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام ارحب بكم مره ثانيه في برنامج الموعد وحلقه جميله ان شاء الله راح تكون من كردستان العراق في محافظتنا الجميله اربيل. ميس، اولا اقول لك مبروك على النجاحات اللي حققتيها من خلال الاعمال الجميله، ومبروك مره ثانيه من خلال العمل الجميل اللي يعني كان من انتاج قناه الرشيد اللي هو اكبر كذاب، واليوم ميس ما راح تكون ويانا اكبر كذابه، راح تكون ويانا كل الصريحه. مبروك لهذه النجاحات ومبروك لكل العاملين بهذا العمل المهم، ومبروك لإياد راض، ومبروك لسعد خليفة، مبروك الريسان، مبروك الميز قمر. أكبر كذاب حصل على جائزة في مهرجان القاهرة، راح نتكلم عن أكبر كذاب بس بلا كذب. لا مو عن الكذاب، إياد الكذاب. وانت حبيبة الكذاب. فأنا حبيبة الكذاب. شنو استحكي لنا عن هذا العمل اللي حقق نجاح كبير جدا على مستوى المشاهد وعلى المستوى الفني؟ أول شيء أحب أقول أنا سعيدة جدا ومحظوظة أنه أقدم أهم عمل لهذه السنة على محطة الرشيد، ولو أعمالها كلها مهمة وحلوة بكوادرها بفنيها بمخرجيها، لكن أرجع وأقول هذا العمل مثل هكذا أنواع من الطرح يحاكي الطفل ويحاكي الكبير، هو عمل مهم. فأكبر كذاب حقيقة أنا جدا سعيدة بالتجربة وسعيدة بالمخرجين الرائعين، يعني مهند أبو خمرة وعلي أبو خمرة هم كانوا مثال وأبطال العمل قبل لا نكون إحنا. لكن أنا رح أقاطعش مقاطعة صغيرونة إنه مشاهدينا الكرام إحنا تشوفون أكو نافورات وأكو صوت مي وهذا الصوت جميل جدا، فلذلك إحنا رح نضطر أنا وميس شوية نعلي صوتنا على نسبة. لا لا تحبين الرياضة بعدين رح نتكلم عن هذا. إن شاء الله. أكبر كذاب يعني الميس محطة مهمة في حياته الفنية. نعم. لأنه هي كانت تجربة جديدة. نعم. بعد أنت الكلام ليش حكيتين عن هذه التجربة؟ تجربة جديدة وفريدة من نوعها ومهمة جدا بنفس الوقت. يعني أنا لما أكون مع جروبي الرائع اللي هو أياد راضي وسعد خليفة وزهير محمد رشيد وريسان، هذا الجروب هو مو زملائي فقط، هم أهلي. احنا تعاملنا في الكثير من الاعمال ومتفاهمين مع بعض. قوه الجروب خلقت من العمل، انطت قوه ودافع، وقوه الناس وقوه المخرجين. حقيقه احنا كنا متفاهمين، كنا عائله واحده. العمل لما يكون بعائله حقيقيه ينجح، لما يكون كل فنان في وادي لا اكيد راح يعاني. زين، جميل جدا. ما يسعد ما تلقيت خبر انه اكبر كذاب حصل على جائزه افضل مسلسل لعام 2012 ومهرجان مهم جدا هو مهرجان القاهره، شلون كانت رده فعل؟ صراحه انا اخر ممثله سمعت الخبر، لانه انا كنت اصور في لبنان، لكن لما زملائي قالوا لي انه ميس اكبر كذاب اخذ افضل عمل، لحد الان اتذكر قفزت من مكاني ما اعرف شو اسوي، اخابر على اياد، اخابر على سعد، اخابر على علي ابو خمر، على انت المسكينه طلعتي في اخر من يعلم، اخر من يعلم اني. اكبر كذاب اياد ما قال لي. اكبر كذاب اياد. اياد ما قال لي. الفنان اياد راضي. راح نتكلم عن هذا العمل وبعض جزئياته، لكن راح ننتقل الى مكان اخر، راح تكلمين عن اجمل الحلقات، عن اجمل المواقف، عن الاشياء اللي حبيتيها، لكن ناخذ مكان اخر ان شاء الله. شنو رايك؟ ان شاء الله. يلا الكلام بعد الفاصل، راح نتكلم عن اكبر كذاب والحلقات اللي حبتها ميس. عجبتنا وبنرجع.
موت جذاب راح احجي الصدور كاف خمطة ومني كل احلامي هول يا دواي شبعوا بيضات هاي اللي يعرضوها كلها كلامي كلهم يعرفوني سكان الفضاء فوق على المريخ ما خصوه حتى سوبرمان من لوان طاح ايده ست شهور بقت مكسوره اني دائما الفيلم حب وغرام روميو وجوليت ما يلحقوني بس اذا صارت حروب لما نفوت كلهم يطفرون اذا شافوني مشاهدينا الكرام رجع لكم بعد الفاصل وحوارنا ودردشتنا مع ميس قمر. تكلمنا قبل الفاصل عن راح تحكي لنا ميس عن جزئيات اكبر كذاب، وانا عندي معلومات انه انت كانت عندك معاناه كبيره بهذا العمل، يعني معاناه واكو قفشات واكو مواقف حلوه صارت. احكي لي ميس اكثر حلقه حبيتيها باكبر كذاب شنو؟ والله هي عقيب كل الحلقات حلوه استمتعنا بها قبل لن نحس انه احنا نمثل بداخل العمل، احنا الكادر مستمتعين مع بعض. لكن اجمل الحلقات اللي استمتعنا بها هي التايتانيك، هي حلبة الملاكمة. يعني حلبة الملاكمة هذه الحلقة ممكن تصير الى 6 حلقات او 5 اجزاء لانه اشقد ما مثلنا بها واشقد قفشات بها، طبعا كلها انشالت بالمونتاج لان وقت الحلقه سبب الزمن الحلقه. نعم يعني كنا اسمه وانا سميته طول العمل بس انا اسمه كانت مشاغبه واكو بوكسات وسحبت اغراضي يعني احيانا اشوف سميته هادئه تحب خطيبها حبيبها اياد، واحيانا تحب اشوفها مشاغبه مدلله دلوعه يعني، بس هي كانت الخط التماس مع البطل اياد هوبي. يعني احنا بالتايتانيك اطلقنا عليه، هو البطل بالتايتانيك جاك وروز، فاحنا سميناه هوبي جاك وروز سميتي ما تربط بالاسماء بالضبط، فحتى نوصل انه الابطال هم بعدهم نفسهم ضفنا. يعني هي الغرابه مطلوبه بالحلقات. انتم كان بهذا العمل انه انتم كنتوا يعني مع فريق العمل، وكانت يعني الفكره العامه للموضوع اكبر شباب انه انتم ما تقلدون الافلام 100%. نعم. وبالتالي راح تفقد يعني يفقد العمل يعني خصوصيته او اللمحه البيئة الجديده. نعم. فاضطريت يمكن تشتغلتوا يعني بقناع زور، او انتم اشتغلتوا يعني بطريقه يعني نفس الاجواء لكن بطريقه ريفيه اشتغلتوا الكلام. بالضبط، هو احنا اذا ننقل نفس الحدث معناتها عليش نشتغل عمل كوميدي، خوي الناس يشوفون زورو يشوفون الفيلم الأصلي. روز اسمه بعديك أقول لك لا تروح تغرقين لا تشلبين ترى هاي خشبة بايدة. وين اصعدك بنت الحلال؟ عدتي لها بالهوى واصعدك بي؟ خجلتك تجمدين قابل انت الدون درمه؟ ساعدني ساعدني ما اقدر، اذا صعدتك هنا اثنين نغرق، هاي باب مطلاقه ما تتحمل اثنين. ساعدني اعطيتك القلاده. ها بلسان ايش قلتيها؟ منيت بالقلاده. شو دميلي صوت كان انت مو مالعين مغاتي دميلي. عملته بنفس الفريق الواحد وهذا احد اسباب نجاح العمل. الحمد لله. حكينا عن تايتانيك. تايتانيك. حكينا عن حلبة الملاكمة اللي كنت اني اضحك اجر اياد بعدين قمت ما متفق، طبعا اكو كثير اشياء ما متفق عليها. يعني عملتوا بهذا العمل كما تتعاملون بالمسرح؟ نعم نعم، اللي ساعدنا الكاميرات الثلاثة، فريق عمل رائع محترف، كاميرات ريد متطورة، صورة سينما لأول مرة نشوف بأعمالنا صورة سينما. أضاف شيء نقلت كانت الصورة الأوروبية لما نشوفها بزورو الصورة قريبة، يعني الأجواء قريبة. احنا هذا شيء جميل جدا، احنا يعني خاصة قناة الرشيد تعاملت مع التقنيات العالية جدا والحديثة جدا. نعم اكيد بعد انتهى العمل وشفتيه والناس حبوا هذا العمل،
شنو الحلقات احنا حكينا حلقه الملاكم وحلقه تايتانيك زومبي يعني زومبي مثلا انا كنت اخاف من الاشكال الوجوه يعني وجوه فعلا مخيفه والحلقه دنيا ليل فانا كنت اكو وجها اخاف منه تحديدا فاحاول اتهرب من عنده يعني فعلا مو انه دا امثل يعني احاول اتهرب منه شفنا شفنا اقعد الحج الوادي عندك الغزات منا منا خذني اخذني اخذني تعال 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 انت تمثل مع ممثل فيس تو فيس غير ما تمثل مع خيال النظرة محسوبة الإيماء محسوبة على مود الوصل للمشاهد أنه مثلا المخرج السيد المخرج يقول الميس مثلا أنه أنا أريد تحسين أنه أكو كائن فضائي نزل من من الفضاء فلازم تنظري له نظرة وتحسين إحساس أنه أكو شخص أو أكو فد كائن موجود لازم أتعامل مع الخيال العملاق الطلع بالجرافيكس للممثل للمشاهد هذا الخيال مثلا سوبرمان باتمان بروس هذا قفز هناك قفز هناك النظرة محسوبة التايم محسوب لأنه ما معقولة يقفز أنا بعدني ما من دار أو ما من وجهة نظري كلها محسوبة هذه حسابات كانت دقيقة جدا خاصة أكو ثلاث كاميرات يعني هذا اللي ساعدنا لو كانت كاميرا واحدة كانت أذينا ممكن نعيد كان العمل كان العمل هبط إيقاع بالضبط يعني ونعاد المشهد أكثر من 20 مرة مثل ما تصير وبالتالي يعني هذا يحتاج من الفنان جهد عالي جهد يعني ركز تركيز عالي في سبيل يحس يعني يحس باللقطه يحس بالحدث يحس بما بدا يدور دائره مدايره لا تنسى انت الجروب محترف يعني ملوك بالحفظ ملوك بالابداع معروف عن الموت العراقي انه حفيظ جيد جدا يعني كانوا كبار المخرجين يوقفون اجى احد المخرجين المعروفين جدا في مصر قال لهم انتم ما عندكمش ممثلين نجوم انتم عندكم صواريخ صواريخ فهذه لما انت تحس بهذا الاطراء تسمعه يصير حافز انه تروي العرب من هو الممثل العراقي برايي ميز قمر يعني من كل يعني الحلقات اللي اشتغلت فيها اي حلقه تحسي انه هي كانت الممتعه بالنسبه لميز قمر اما المشاهد حلقات كثيره متنوعه والله الممتعة اللي استمتعت بيها فعلا شنو رأيك نشوق المشاهد وناخذ هذا الجواب بعد الفاصل يلا اوكي ونواصل بعد الفاصل شنو ونواصل بوبي ها ولد وينك ولد هنا سقيت كذب ولد هنا عيني لي يا بالمقلوب يا سوي عقله تعاقل مثل الوارد هوبي ولد انزل ولد عقله ايش مالك انزل ليش جاي تمرن الملاكم بشوفه ما خليك ولا مخده صحي هوبي هاشيني هوبي طيني شعر بنات شعر بنات هات ويقطن قطن قطن ايش مالك هوبي تتمرن على الطق اطقك انا هذا تمرين يسموه الصد بالوجه صد بالوجه اي خاف يطقني اتحمل انا اطقك هوبي تعرفين تشاشيني يلا انا اريد الواحد يطقني ها طقي ولا دير بال خاف وجعك انا بخطط طقي هوبي طق ما يحمالي طقي ما شاء الله لا قال اخ لا باخ شنو هاي قوي قوي هوبي مشاهدي الكرام رجعنا لكم بعد الفاصل وقبل الفاصل ميز قمر حبت تتكلم عن اكثر حلقه تمتعت بها باكبر كذاب شنو ميوسه؟ اكو حلقه ممتعه كانت جدا اللي هي حلقه الافاتار وايضا سيد الخواتم سيد الخواتم يعني كانت حلقه متعبه بس ممتعه لكن الافاتار يعني سعد حبيب قلبي سعودي ابو سعود الغالي يعني ما طلع افاتار طلع بريق بوساتي لك سعد لا تزعل مني لا حبيبي وما يزعل زين فاحنا بصراحه بهاي الحلقه هم وصلنا يعني ذيل مال افاتار هاي بافاتار ذيل سفنج فتفاجئنا جابونا ذي الحقيقي مال بقرة أنا يخاف منه سعد يخاف منه أياد هذا الغريب اليوم سويه سوى لازم بنتك اللي هي بتعمي لازم بنت اللي هي بتعمك ايه ويقول لها أريد بوسي لا لا يا قاع شد
جوب العيني. لا لا بابا لا لا بابا لا بابا ما قال بوسه قال قوسه قوسه ما ترهم قوسه وين بوسه وين قوسه قوسه شنو صدق قوسه شنو ترى ما ترهم بابا ها. هو قال اني اريد افتح محل مال تصليح الاقواس هناك كل من عندك قوس يجيب اضطرينا انه نواصل نكمل الحلقه هاي احدى المواقف اللي يعني أيه؟ صارت يعني بصراحه كان كنتوا تقعدون تحت يعني ايد الماكير ساعات طويله ثلاث ساعات هذا التعب الافاتار ميك اب اللي خاص بي ثلاث ساعات سعد خليفه ايضا طبعا خمسه ماكيريه خمسه ازياء لبيسين لبيسات كان كادر كلش كبير لذلك الثلاث ساعات احنا نكون جاهزين بها المفروض كلتنا اما الميك اب العادي فهم اصلا يتاخرون المصريين عاده بالميك اب يتاخرون ما محتاجين على طريقه عملنا يعني باليوم لازم نمثل كذا كذا مشهد زين صورتوا الافاتار نعم. حلوه كانت يعني هذا يعني المكياج كان حلو بطريقه حلوه حواراتكم حلوه اصواتكم حلوه كانت بال يعني بهذا العمل ايش تذكري لنا بعد عن انا عندي معلومه انه انت باحدى الحلقات لبستي كلبتش وبقت ايدك يعني كلبه الكلبتش كانت بايدي لمده ساعتين ساعتين ونص اضطرينا ان نوقف بحلقه دراكولا بحلقة دراكولا خلوا لي كلبشات بالإيد فيقبض عفوا مو دراكولا بحلقة شارلوك هولمز شارلوك هولمز جابوا الحلقة الكلبشات خلوها بيدي إنه أنا اللي قاتلة زين مداخلة بسيطة تتمنين تلبسين حلقة بيديك؟ لابسة حلقة من هي يعني يعني وبكل الأعمال لابستي نرجع على الكلبشي أول زواجها مثل الكلبشي نرجع على الكلبشي زين فخلوا الكلبشات ردنا نفتح الكلبشي ما تنفتح جابوا المسؤول عنها اللي جابها اللي هو يعرف يفتحها ويسدها ما قدر يفتحها لما دا يفتحها ضغطت أكثر على إيدي زين فتأذيت كلش وإيدي صارت حمراء يعني وصلت لمرحلة إلى تعد. الأذية إنه بكيت لأنه مدى تنفتح فأحد إخواننا العراقيين الموجودين ويانا باللوكيشن اللي يمثل أيضا إلى عدة شخصيات اضطر يجيب سيم زين ما أدري شلون فتحها وإحنا ثلاث ساعات قاعدين ننتظر ده تنفتح الكلبشة ومعانات عندكم كبيرة نعم أكيد الأعمال الضخمة بمستوى أكبر كذاب وإلى آخره تكون بيها مفردات كثيره يعني تكون بيها مواقف كثيره تكون صح. بيها معانات كثيره لكن وبالتالي طلع عمل مهم جدا ومحترم جدا وانا اعتبره هو قفزه نوعيه في تاريخ الدراما العراقيه وفي تاريخ المسلسلات العراقيه وفي تاريخ البرامج العراقيه يعني شيء اضافه جميله لكل يحسب على الفن العراقي والله عقيل احنا لو بيدينا نقدم اكثر أكيد. لو اكو أكيد. فرص اكبر نقدم اكثر للمشاهد اكيد على ذكر التقديم انت اقول لك انت تشايل هاي بيدك كلش قلقتني اردفتم شنو هاي انت ما شايفه هاي قبل لا بس ارد اشوف شنو هذه جايبي لي هديه مثلا حبنا ليش هو اكبر هديه الله يخليك هديه ايضا باي شيء اي شيء يعني تختاري احنا الله يخليك استضافتكم احلى هديه هاي العلبه ما شايفتها قبل مو انا عندي هوايه علب هوايه علب فتاهت علي فاردت افتهم تجايب انا اتمنى بهذه الحلقه تفتحين كل علب اسرارك وتحكي لنا هواي تفاصيل هذه العلبه مشاهدينا الكرام بمساعده يعني احدى نكشف السر اكشف يلا انا مو قلقتني بمساعده احد افراد عائله ميز قمر قدر يبوق لنا ها ويسرق لنا وراح تكون هي امانه مؤقتا يمنا من اغراض ميز قمر والمطر بدا يشد بس ما يخالف حلو هذه العلبه بيها اكسسوارات واو هاي مالاتي هاي من صنع وتصميم ميز قمر هذه استخدمتها في اكبر كذاب حلقه الزومبي هاي حلقه الزومبي هاي ميز قمر صنعتها قبل العمل في سوريا ما شاء الله ليش ما تفتحين محل اكسسوارات وايضا هذه بيها حلقه الكاريبي قدرنا نوصل الأسرار وكنوز ميز قمر وسرقناها لكن يعني سرقة مؤقتة وهذه كانت يعني ساعدنا أكبر كذاب وأكبر بواق ميز المطر الآن يقول لنا يا أخوان يا حبايب
روح منا لأنه المطر صار عالي وحتى الكاميرات يأثر. قبل ما نروح منا أنا راح نتكلم بعد نتكلم عن أكبر كذاب. أنت لك رحلة جميلة مع قناة الرشيد هذه الأمانة رجعت. أوكي شكراً. عندك طلب أصلي كان عمل مهم جداً وعندك حرب وقمر. نعم. لكن راح ننتقل إلى مكان آخر وجو آخر لكن خلينا نسمع من عندك أغنية بسيطة. أغنية بسيطة. أقول لكم تبللني لا تسلطني تبللني شو سلطني شو هتغني لنا أغني لك تحب الغنى ميس وتحب الرياضة رح أتكلم عن كل هالأشياء. يا طير رايح لبلادي أخذ عيوني تشوف بلادي يا طير رايح لبلادي أخذ عيوني تشوف بلادي مشتاق الأهل الطيبين مشتاق لهم من سنين يا عيني يا بلادي يا عيني يا بلادي هو يا عيني يا بلادي يا عيني يا بلادي. مشاهدينا الكرام لا تروحون بعيد خليكم ويانا قريبين مع حلقة مميزة للفنان ميز قمر من كردستان العراق وتحديدنا في محافظة أربيل. بعد الفاصل راح ننتقل إلى